التلاميذ برغم كل اللي شافوه في حياتهم مع السيد المسيح بعد القيامة برضو كانوا خايفين، لدرجة كانت الأبواب مغلقة في بعض الأحيان، هم اللي أغلقوها وكانوا خايفين جدا. ليه التلاميذ خافوا برغم أنه هم واثقين أن الله في وسطيهم وأن ربنا علمهم حاجات كتيرة، منها الإيمان، أن يكون إيمانهم قوي؟ حضرتك عندك حق، لكن برضو لازم نتطرق إلى حاجة مهمة، أنه موضوع القيامة هو المسيح قال لهم لكن هم مش مدركين. وعدم الإدراك ده بان قوي لما توما شافه، لا أنا حط إصبعي، يعني مش قادر يصدق. عدم الإدراك المسيح كان مقدره، هو طبعا ضعف بشري زي ما حضرتك قلت، لكن عدم إدراك حقيقة القيامة، لأن ده موضوع، يعني موضوع أن المسيح يقوم بنفسه ويقوم نفسه، هم مش لسه ما عاشوش الحكاية دي، لكن لما عاشوها وأدركوها وفهموها، والمسيح ظهر 40 يوم بيظهر ليه؟ برضو بيؤكد حقيقة القيامة ويوريهم نفسه ويشرح لهم بقى الأمور المختصة بملكوت الله، ويريحهم ويهديهم ويديهم سلام، مش كده؟ بياخدوا قوة كمان يا بابا. بس كده، بس كده، يبقى هم كانوا محتاجين يدركوا حقيقة القيامة في كل الحالات اللي حضرتك أثرتيها. ربنا مقدر ضعفنا، أنا بس يعني خايف إن الناس يعني تيأس من نفسها لو بتخاف، لا ربنا بيقدر الضعف. ولو انت ما عندكش قوة ويعني اقعد كده يعني قول يا رب، ده انت قلت يا رب يحفظ نفسك، يا رب يحفظ دخولك وخروجك، تطأ الأفعى ملك الحياة، تسحق الأسد والتنين، لأنه علي اتكل فأنجيه ورافعه لأنه عرف اسمي. طب كل ده ربنا قايله عشان يهدينا، عشان يدينا سلام وعشان نثق. وكل ما تعيش مع ربنا أكتر هتاخد قوة أكتر، وتعرف ربنا أكتر، وتعيشه أكتر، وتثق فيه أكتر. مش هو ده تعريف الإيمان؟ الثقة.